أنت تسأل والمفتي يجيب. الرموش الاصطناعية أو حكم الوضوء بهذه الرموش ينبغي أن نتكلم عنها باعتبارات. الاعتبار الأول من حيث مادتها المصنوعة منها. إذا كانت المادة نجسة، المادة اللي خدمنا منها هذه الرموش نجسة، فلا شك أن الصلاة بهذه الرموش غير جائزة. قال الشيخ خليل: وسقوطها في صلاة المبطلون كذكرها فيها لا قبلها، وكانت أسفل نعل فخلعها. يعني كان كمن حمل نجاسة وصلى بها. هذه الحالة. أما إذا كانت هذه الرموش المادة اللي مصنوعة منها طاهرة، فننظر هنا إلى هذه الرموش، هل هي دائمة ولا مؤقتة؟ كي يعني تضع هذه الرموش دائمة كي لمؤقتة. إذا كانت دائمة ننظر من حيث الطب، إذا كان الطب يقول بأن هذه الرموش تضر المرأة، ربما في بعض الأحيان يعني تسقط شعرها أو تسقط حاجبها، لأن المادة ما نعرفوش المادة، مواد كيماوية ربما تؤثر على جلد المرأة. إذا كانت مؤثرة وضارة بجلد المرأة فهنا يحرم عليها أن تفعل ذلك، يحرم عليها أن تفعل، موش من حيث صحة الصلاة أو صحة الوضوء، لا، وإنما من حيث الضرر، لأن كل أمر يضر بالإنسان حرام. قال صاحب المراقي: وأصل كل ما يضر المنع، أصل كل ما يضر والمنع. في نصوص كثيرة من القرآن والسنة التي تدل على ذلك. طيب، إذا كان عرفنا بأن هذه الرموش لا تفعل شيئا لصحة المرأة ولا بجلدها، فلا بأس هنا. الآن ننظر إلى الوضوء، ننظر إلى الوضوء، هل الوضوء صحيح أم لا؟ احنا اعتبار واحد، وهو وصول الماء إلى الجلد وإلى الشعر. إذا كان هذه الرموش تمنع وصول الماء، فلا شك أن الوضوء غير صحيح، لأنه حائل. أما إذا كانت هذه الرموش لا تمنع وصول الماء، فلا بأس بارتدائها والوضوء بها والصلاة. هذا جماع الكلام في هذه المسألة.